وهذه العلامات لما ذكرتها نستفيد منها فوائد أو نخلص مما ذكر من العلامات الصغرى للساعة ومن العلامات الكبرى للساعة نخلص منها إلى ما يلي. أولا، يجب الإيمان بما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك، فيجب على المسلم أن ينقاد وأن يستسلم لما ذكره الشرع. ومنها نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة إذ بين لها ما سيكون في مستقبلها، ومنها أنه لم يثبت حديث في تحديد عمر الدنيا، وأيضا لم يثبت دليل على أن العلامة الفلانية من الساعة ستقع في زمن كذا أو في عام كذا، لم يثبت شيء من ذلك. ومنها أن العلامات الصغرى للساعة قد خرج كثير منها، وسيخرج ما تبقى فيما يأتي من زمن، أو ربما تخرج مصاحبة لبعض العلامات الكبرى. ومن الفوائد أن العلامات الكبرى لم يظهر منها شيء حتى الآن، وإذا ظهرت علامة من العلامات الكبرى تتابعت كانقطاع الخرز من النظام، يعني من السبحة. ومن فوائد ذكر العلامات الصغرى والكبرى للساعة أن آخر العلامات الكبرى خروج النار كما أسلفنا الحديث، وكذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يعني هذه النار إنما تحشر شرار الخلق. ومن الفوائد أن المسلم عليه أن يستعيذ بالله من الفتن، وقد ذكرنا ذلك وذكرنا الأدلة على ذلك، فعلى المسلم أن يطلب من الله عز وجل الاعتصام من الفتن. ومن الفوائد أن على المسلم أن يتعبد الله عز وجل إذا وقعت الفتن، فإذا وقعت الفتن فالعبادة لها شأن عظيم عند الله عز وجل، فعبادة كما قال عليه الصلاة والسلام وذكرنا ذلك، عبادة في الهرج يعني في الفتن كهجرة إليه، كأنك مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما لو كنت في حياته. ومن الفوائد من ذكر العلامات الصغرى والكبرى للساعة أن على المسلم أن ينفر من الفتن إذا وقعت، فيفر بدينه إما في الصحراء وإما إلى مكان آمن، فعليه أن يفر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا الحديث، قال من أدرك الدجال فلينأى عنه، يعني فليذهب عنه. ومن الفوائد مما ذكر من علامات صغرى وكبرى أن هذه الدنيا جبلت على البلاء والكدر، فلا يظن أحد مهما كان في سعادة من مال أو منصب أو جاه أو ما شابه ذلك، فإن هذه الدنيا جبلت على كدر وعلى ابتلاء، وأنه لا راحة ولا سعادة للمسلم إلا إذا انحطت قدمه، كما قال بعض السلف، إلا إذا انحطت قدمه في الجنة. وأيضا مما يستفاد من ذلك أن على المسلم أن يستغل زمن الأمن في طاعة الله عز وجل. الناس في مثل هذه الأيام في بعض البلدان في زمن أمن ورخاء، فعليهم أن يستغلوا هذا الزمن الآمن في عبادة الله عز وجل، وألا تشغلهم الدنيا عن أمر الآخرة، لأن أيام المحن والفتن إذا أتت الناس فإن الناس تكاد أن تذهب عقولهم. وأيضا مما يستفاد من ذكر هذه العلامات أنها تنشر في المجالس وبين أوساط الناس، وما ذكرته من علامات مسجلة وموجودة على موقعي في الأنترنت مسجلة صوتا وكتابة، فعلى المسلم أن ينشر مثل هذه العلامات وأن ينشرها بين أفراد أسرته حتى يتفطنوا لما سيكون أمامهم. وأخيرا، أن المال لو كثر، وهذا يدل على حقارة الدنيا، أن المال لو كثر عافته النفس. مر معنا أن زمن المهدي وزمن عيسى عليه السلام يحثى المال حذوا ويعطى الناس عطاء كبيرا، ومع ذلك لا يقبل هذا المال، فدل على ماذا؟ دل على أن النفس من طبيعتها الملل والسآمة، وأنه لا سعادة للإنسان، لأن كثيرا منا يظن أن السعادة تكون في المال، إذا جمع مالا كلما
أكثر جمع المال كلما كان سعيدا، وليس هذا بصحيح، بل نحن نعاشر أشخاصا ونعرفهم ممن يملك الملايين ليس بسعيد في حياته مع أنه لديه ملايين. الشاهد من هذا أن طبيعة المسلم الملل، فإذا وقع خير من خير الدنيا في يده ملت نفسه منه، فدل هذا على ماذا؟ دل على أنه لن تكون لك راحة ولا سعادة إلا في جنات النعيم. وأضرب لكم مثلا في سنن أبي داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم إن أصابه حر قال حسي، يعني كلمة توجع تألم ما هذا الجو، وإن أصابه برد قال حسي. نعم، إذا جاء البرد قلنا يا ليت الحر يأتي، وإذا أتى الحر قلنا يا ليت البرد يأتي، وهكذا دواليك. لو استمر المطر تباعا على الناس لملوا منه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ابن آدم لا تستقيم له حالة سعيدة في الدنيا، وإنما السعادة الكاملة الدائمة الباقية هي في الآخرة. فلا تغفل عبد الله عن سعادتك الكاملة الأبدية.